أحسن الله إليكم. تقول السائلة: نرجو أن توضحوا صحة هذا الحديث شيخ، من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة. أنا لا أعرف هذا الحديث، ولكن صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مطلوبة وما أمر فيها سلم عليه. قال الله جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة. أما تحديد الوقت للصلاة على الرسول أو تحديد العدد، هذا يحتاج إلى دليل صحيح، يحتاج إلى دليل صحيح في الحالتين، ولا أعلم عن هذا الحديث شيئا. نعم.